فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قيام بعض الناس بالصلاة على الأموات قبل صلاة الإمام؟ هذا من التصرفات السيئة، لا، العجلة هذه ما تصلح، ما تصلح تأتي في المسجد وتعثات على الإمام وتصلي على الميت، ما يصلح. اللي يؤتى به للمسجد هذا يصلي عليه الإمام. انتظر يا أخي، انتظر حتى يأتي الإمام وصل معه. أما لو أنك سبقت إلى الميت قبل أن يؤتى به للمسجد، جئته مجهز ومغسل وصليت عليه قبل أن يؤتى به للمسجد، فالأمر في هذا أخف. نعم.